قبل ساعات من افتتاح المجمع المغلق الذي سينتخب الحبر الأعظم الجديد، قام كبار كرادلة الكنيسة الكاثوليكية قداسا في كاتدرائية القديس بطرس، أشرف عليه كبير الكرادلة أنجيلو سودانو. وسيؤدي كل منهم اليمين على الإنجيل ويقسمون على إبقاء كل ما يتعلق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالأصوات وعمليات الاقتراع ضمن السرية المطلقة. يورو نيوز التقت سلفاتوري رينو فيسكيلا رئيس وساقفة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية. ماذا ستكون الخطوة التالية للبابا بعد اختياره؟ ما الذي سيقوم به في نظركم؟ الخطوة الأولى يجب أن يكون فيها التبشير. عليه أن يقوم بإعادة الحماس بغض النظر عن التطرف الحاصل. في الكنيسة تقليد قديم من أوروبا أو أمريكا الشمالية، الآن العلمانية نسبتها مرتفعة. ربما ينبغي لنا أن نحرر أنفسنا من هذه الأشياء والقيم التي تفشت مع مرور الوقت. بعد لحظات من الآن سيقوم موكب الكرادلة 115 بالدخول إلى كنيسة سيكستي لانتخاب خلفي للبابا بنديكتوس السادس عشر.